حازت الامانه العامه لمجلس الشورى على جائزه مؤسسه السنه في التحول الرقمي ضمن جوائز القمه السنويه الثانيه عشر للموارد البشريه الحكوميه بدول مجلس التعاون الخليجي التي اقيمت في ابو ظبي وبهذه المناسبه اكدت سعاده السيده كريمه محمد العباسي الامين العام لمجلس الشورى ان التقدم الذي تحرزه الامانه العامه في تطوير منظومتها الاداريه والفنيه وتبني احدث التقنيات الرقميه والتكنولوجيه بهدف تعزيز الكفاءه والابتكار في العمل التشريعي والاداري مشيره الى ان الجائزه تمثل اضافه لسجل انجازات السلطه التشريعيه في البحرين وحافزا للامانه العامه لمواصله تطوير ادائها المؤسسي والرقمي